الإنسان عندما يشرب الماء كل يوم كم مرة يشرب الماء؟ 10 مرات، 5 مرات. في كل مرة يشرب الماء، هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، ولكن يجب أن نحيي هذه الظاهرة التي ورد التأكيد عليها في الروايات. عندما يشرب الماء يذكر الحسين صلوات الله عليه ويلعن قاتليه. يقول مثلا سلام الله على الحسين، أو سلام الله على الحسن والحسين، ولعن الله قاتليه. هذا نوع من الإحياء لذكر سيد الشهداء في قلب الإنسان. هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، منهج أمهاتنا، كانوا مقيدين بهذا الشيء.